طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ربنا يتقبل إن شاء الله صيام وقيام وصالح الأعمال. وفي اليوم ده، يعني اليوم بتاع ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، ترحم على أرواح شهداء الثورة السودانية، كل شهداء السودان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق العدالة في بلدنا، على أساس أنه يعني تبنى بالطريقة المفروض أنها تبنى بها. اليوم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين، السبت 23 مايو 2020. في الجلسة دي إن شاء الله هنتكلم عن الريموت ووركينج، أو العمل عن بعد. في جلسات سابقة كنا نتكلم عن التعليم عن بعد، الإي ليرنينج وغيره. اللي هنتكلم عن العمل عن بعد، خصوصا إننا في جائحة كورونا مواجهين بإقلاق للأعمال لفترة طويلة. كثير من المؤسسات، كثير من الأفراد هيكونوا محتاجين لأنه يتعلموا مهارات، يستخدموا أدوات. كثير من الشركات افترض أنها تعمل أدابتيشن وتعدل من النظام بتاعها. كثير جدا من القوانين يفترض أن يجرى فيها تحديث، وأنظمة ولوائح داخلية في بالنسبة للموظفين في بيئة الأعمال المختلفة. كل الجوانب دي إن شاء الله احنا هنغطيها إن شاء الله في الجلسة دي، وجلسة مبثوثة عبر مجموعة الباحثين السودانيين. معاي هنا، يشرفني إنه يكون معاي الشباب، الوليد عابدين اللي هو الديجيتال اكاونت مانجر في دال فود، ومعاي برضو دكتور عمر محمد آدم الإمام، بالإضافة لإنه مشرف مجموعة الباحثين السودانيين، هو اتش ار بارتنر في دال فود. وكذلك معاي المهندس محمد عمر، وهو يعني من الناس الموجودين في منطقة البي اريا في سان فرانسيسكو، ومهندس بتاع تقنية معلومات مع خبرة طويلة جدا في العمل عن بعد. وأخيرا وليس آخرا، معانا الحبيب عبد السلام الحاج، الفاوندر بتاع الريفت لاب. الشباب دول هيغطوا جزئيات من ما هو الموضوع بتاع الورك فروم هوم، بيقول عليه دبليو اف اتش، والكلتشر بتاعت الريموت ووركينج والقوانين، وهنستعرض التجارب. لو في اي سؤال ممكن الناس تطرحه عبر البث المباشر في الفيسبوك، احنا هننقل السؤال للمنصه هنا. فنبدا بالحبيب الباشمهندس محمد عمر، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، والسنة الجاية إن شاء الله بلادنا الحبيبة تنعم بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله ربنا أن يرفع البلاء عن من الجائحة لكل العالم يعني إن شاء الله. بالنسبة لل work from home أو الريموت working أو العمل عن بعد، هو يعني ممكن نعرفه إنه هو نوع من الستايل بتاع working، بتاع عمل، بدل ما كان إلى البروفيشنالز، من خارج نطاق الأماكن بتاعت العمل المعتادة. يعني بدل ما كان الموظف يمشي للعمل يومياً، يركب المواصلات أو بسيارته يمشي للعمل عشان أدي وظيفة معينة، عوضاً عن ذلك يشتغل بيأدي نفس هذه الوظيفة من بيته أو من غير بيته، من أي مكان. ممكن يكون من كافي شاب، ممكن يكون من يعني أي مكان، بغض يعني بخلاف المكان المعتاد الموظف اللي بيمشي يؤدي فيه العمل. وفي الفترة الأخيرة دي لما جات الجائحة دي، طبعاً أغلب الوظائف بيقول المدراء ممكن يسمحوا أو الشركات تسمح بأنه الشغل من البيت، نفس الوظيفة أنت بتأديها في المكتب بتأديها بس في البيت. بالنسبة للوظائف، يعني ما طبعا ما كل الوظائف ممكن تكون تتأدى من على البعد أو من الريموت وركينج. مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا الوظائف بتاعت الاي تي، الوظائف بتاعت التقنية، من سوفت وير انجينير، بروجرامر، دي ممكن تؤدى من البعد. مثلا مدراء المشاريع، بروجكت مانجر، المحاسبين، الاكاونتنت، التيتشر، الأساتذة،
مثلا الفترة الأخيرة عندنا المدارس كلها كانت لما جات الجائحة دي اتقفلت، فالإدارات التعليم تقريبا في كل العالم حولتها لريموت ووركينج. أيضا من الأمثلة من الوظائف اللي ممكن تؤدى ريموت ووركينج، ممكن يكون مثلا الشخص بيعمل جرافيك ديزاينر مثلا، ديزايننج اون ذا انترنت، ممكن يشتغل من البيت. اديتور، زول واحد شغال في جريده مثلا، او في ممكن يشتغل من البيت، يعمل اديتنج لسم دوكيمنت سم ارتكلز ممكن تكون من البيت. عندنا ايضا من الامثله ممكن شخص بتاع سيل بيأدي سيلز، الوظيفه ممكن تؤدى ريموتلي لانه ممكن يكون في التليفون طول اليوم مثلا بيعمل سيلز كونتراكت ولا كذا. ممكن المحامين في السودان، إذا المحامي ممكن يؤدي وظيفته من البيت إذا عايز مثلا، ممكن أيضا. أيضا آخر حاجة ممكن ناس الكاستمر سبورت مثلا، شخص يكون سبورت ل وظيفة معينة لبيلينج وكذا لشركة معينة، أو مثلا كول سنتر ممكن يكون يشتغل من البيت. فدي الأمثلة يعني على سبيل المثال وليس الحصر. نعم، شكرا جزيلا لك محمد على استعراض الوظائف الممكنة. ولو في أي واحد من الشباب موجودين في الجلسة هنا ده عنده أي إضافة لعمل تاني، خصوصا في أعقاب يعني الجائحة دي، شنو الحاجة اللي كانت ما تدعمت من هوم وهسه بقت تدعمت من هوم، في أي زول عنده إضافة على الجزئية دي؟ افتكر يا انور المره اللي فاتت في الويبينار وليد اللي يا ريت عملته. تعرف نفسك برضو وتدي باك جراوند. جميل، انا اسمي الوليد عبد الحميد عابدين، لي 7 سنين شغال في الحته بتاع تنميه الشباب ورياده الاعمال والتسويق الالكتروني. حاليا شغال في دالة الغذائيه في قسم التسويق، اهتم بالتسويق الرقمي، وعندي ماجستير في البيزنس الالكتروني والابتكار من جامعة لانكاستر في إنجلترا. أفتكر في الويبينار السابق واحدة من الوظائف اللي برضه ذكرت كان الكاستمر سيرفيس، يعني شركات الليلة في السودان زي ام تي ام وزين وغيرها من الشركات بقى يعمل جزء من الكاستمر سيرفيس بتاعه عبر التليفون، وطبعا في جزء ثاني ممكن انت تعمله عن طريق السوشيال ميديا اونلاين يعني. فدي واحدة من الوظائف. افتكر برضه الحته بتاعت القرار دي فيها حته بتاعت عامل نفسي، فممكن الناس الدكاتره اللي بيشتغلوا اخصائيين بتاع علم نفس برضه ممكن يشتغل من بعد، يعني يشتغل مع المريض حسب وضع الحاله افتكر. وفي برضه التلي ميديسن، انت هسه بتلاحظ انه في نمو عالميا في موضوع العلاج او الاستشاره الطبيه عن طريق التليفون، وفي تطبيقات في السودان حاليا طالعه يعني. دي امثله لوظائف ثانيه يعني ممكن تشتغلها من بعد يعني. تمام محمد عمر، سامعين اصوات كده بتيجي من عندك، ليش كده؟ والله طبعا انا طبعا هنا شغال حتى من البيت، فده جنبي في المطار جنبي، فالظاهر دي الطيارات النازله ماشيه وجايه. فدي تمام. دي برضو دي برضو ممكن تكون من بعض التحديات يعني، ايضا ديستراكشن. تمام طيب، دايما نمشي لمحور ثاني اللي هو المحور بتاع الكلتشر بتاعت الريموت ووركينج. يعني لما نقول والله دارين انه الشركه بتاعتنا ولا البيزنس بتاعنا ولا كده يكون فيه ورك فروم هوم، شنو الكلتشر المفروضه اساس انه الناس تعمل لها ادابتيشن يا وليد؟ طيب يا انور، هو طبعا الموضوع بتاع الريموت وركينج ده فيه فوائد للزول الموظف ذاته صاحب الشركه يعني. يعني مثلا انا لما كنت في انجلترا كان بيجي الشركات الكبيره في الجامعه تحاول تركروت الستودنتس، واحده من البنفيتس اللي بيعرضوها لك انه يقول لك يا اخي احنا عندنا ريموت ورك، يعني ممكن تشتغل من بعد يوم في الاسبوع او يوم في الشهر. الزمن بتاع العمل ممكن يكون مرن يعني من 7 ل 9، ممكن تيجي 9 وتمرق 6 بدل ما تيجي 7، يعني يكون في فلكسبيليتي. ففي حاجه بتجذب التالنت لما انت يكون عندك ميزات بتاعت ريموت ورك، بتجذب لك مواهب انت ما كنت قادر
تشتغل منها، سواء الريموت ورك ده يعني جزئي، يعني لازم انت تمشي المكتب وفي كم يوم من الاسبوع بتشتغلهم برا المكتب، او اذا فول تايم، يعني فول تايم انت شغال من برا المكتب يعني. في مشاكل طبعا هسه مثلا في فيسبوك، ناس فيسبوك بيحاولوا يعملوا الريموت ورك للساب بتاعهم غصبا عنهم طبعا عشان الكورونا، لكن بيعانوا للموضوع ده من ناحية بعيدة، انه انا هسه مثلا الناس اللي كانوا بيجوا المكتب بتاعي عشان ابني فيهم كولتشر وتيم ورك، بيجي يشوف الانفايرمنت بتاعي وبعيشه وبعمل معاه تيم بيلدينج برا وكده. العكس هسه الناس ما قاعدين في المكتب، فما حقدر انا ابني الكولتشر، فبالعكس انا لازم اخلق الحاجات دي عن لقاءات مثلا افتراضيه. هسه شايف في معظم الشركات بيعملوا زي تاون هول، تاون هول ده بيكون مدير الشركه بيتكلم مع الامبلويز كلهم اونلاين عن طريق لايف، ولقدام برضو انت كيف تجيب الامبلويز الريموت ديل يجوا مكاتبك، يجوا مكاتبك بدل التيم بيلدينج اللي انت تعمله بره، لا انت تيجي تعمله جوه الاورجنايزيشن بتاعك. فده تشالنج، يعني تشالنج ان انت اخر ريموت ورك ده ممكن يساعد في الانتاجيه تحت الزول، لانه انت متحكم في الانفايرمنت بتاعك، ما في اي حاجات تشغلك، يعني زي ما يقول لك يقلل المكيف ولا اي زول خاش المكتب بتونس، يعني انت يو كان ستي فيري فوكس يعني في الورك. لكن في تشالنج انه الكالتشر ما بتتخلي، فدي اي زول في مؤسسه داير يعمل ريموت وركينج في التيم بتاعه لازم يشوف كيف هي ويل امبيد، يعني هيدخل الثقافه بتاعت المؤسسه بتاعته للموظفين الشغالين عن بعد، دي كيف ما يحصل تمييز بين الزول اللي قاعد يجي المكتب والزول اللي ما قاعد يجي المكتب. واحدة من التحديات بتاعت العمل عباس، أو دي الكهرباء قطعت يعني يا جماعة، ولا مشاكل في الكهرباء، دي تحديات برضه يعني في العمل عباس. نعم فعلا، في حاجات كثيره الناس ما كانوا مهيئين لها، والكورونا خلقت واقع جديد احتمال الناس كان يعني ما مهيئين له تماما. لكن تاريخيا يفترض انه الناس كان اصلا قبل الاندستريلايزيشن كانت الناس اصلا ما بتجي شغل، يعني ما في حته اسمها محل العمل، الناس كان بتشتغل في مزارعها وقاعده في مزارعها، يعني قصة الشغل ده انه والله عنده بليس وكوربريت وكلام زي ده ما كان موجود. الكلام ده جه جديد، فهلا نحن راجعين للنورمال اللي اصلا كنا فيه؟ يعني الكورونا دي ما في ناس بيقولوا انه ما خلقت واقع جديد، وانما جعلت يعني رجعتنا بس للحته اللي كنا فيها قبل الاندستريال ايج. يعني ف شنو القوانين اصلا اللي بتحكم العمل؟ يعني لان عارف ان دكتور عمر محمد ادم الامام اللي هو مشرف الباحثين السودانيين وخبير بتاع اتش ار، شنو القانون بتاع العمل الاسي حاليا، وشنو الادابتيشن المفروض يحصل بحيث انه الناس تشتغل عن بعد؟ تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. شاكر جدا للاستضافة، وربنا يتقبل إن شاء الله مننا رمضان، إن شاء الله يعني كلنا كده بصحة وعافية، يعني نتلاقى رمضان القادم إن شاء الله، يعني يبلغنا رمضان القادم إن شاء الله. أنا أعتقد كلامك قبل شوية، إذا رجعنا ممكن لأصل العمل تاريخيا كده بنلقى إنه أصل العمل عضلي أو يدوي في الغالب الأعم، وده بيتطلب إذا نحن اتفقنا على إنه الأصل في العمل تاريخيا كده هو العمل اليدوي أو العضلي، فده بيتطلب وجود الزول في مكان العمل. لكن بعد ذاك التطورات اللي حصلت حديثا في القرنين الفاتوا ديل لحد الآن، بنلقى إنه في مع الثورة الصناعية مع الشغل بتاع التكنولوجيا وكده بدأت تتغير بعض المفاهيم بتاعت إنه ينتقل العمل من مفهومه اليدوي والعضلي لمفاهيم تانية ممكن تكون فكرية، دي اللي بتخلي بعد ذاك إنه الناس تبدأ تتكلم على إنه وجودي في مكان العمل ما مهم. يعني القوانين تبعا للموضوع ده بتتطور على حسب تطور مفاهيم العمل ذاتها في الدول. فإذا في دول عندها البنية التحتية المناسبة اللي بتخلي إنه الناس ما تكون موجودة في مكان العمل، وإنه هي اتحولت بشكل كبير جدا من بعض النشاطات الاقتصادية اللي بتتطلب إنه الناس ما تكون موجودة، مثلا نحن في السودان إلى الآن كلنا عندنا إيمان كده
شبه قاطع بانه احنا دوله مثلا زراعيه. اذا عاينا للموضوع ده كده ونحن ماشيين بنفس المنهج في موضوع الزراعه ده، بنلقى انه احنا 99% من وظائفنا المرتبطه بالزراعه بتتطلب وجود الزول في الحقل. فده بيعني انه احنا ما حنتطور كثير جدا في المساله بتاعت انه احنا نشتغل ريموتلي من بعيد من البيت او كده، الا في بعض الوظائف اللي عندها علاقه بالجانب مثلا الاستشاري، او انه تترفع لك حاجات من الحقل وانت تشوفها في محل ثاني وتقدر تدي فيها رايك بالتفاصيل دي. يعني صناعيا نفس الحاجه، يعني بنلقى انه اغلب الدول الصناعيه، ونحن برضه هنا في السودان اذا ماشيين بالاتجاه الصناعي حنكتشف برضه انه احنا 80 90% من الوظائف بتاعتنا بتتطلب وجود الزول في مكان العمل، ما عدا بعض الوظائف القليله المرتبطه حاليا بالتكنولوجيا او بصناعات المختلفه يعني. فدي بتنعكس بعد ذاك على مسائل القانون. اذا الليله احنا بنتكلم عن وضعنا في السودان، القانون ما قاعد يخد تفاصيل دقيقه عن انه والله يا اخي الشخص لابد من انه يكون موجود في مكان العمل وكذا. دي علاقات بتتخلق بناء على العقد اللي بيوقعه الشخص مع الشركه، وهي اللي بتحدد بعد ذاك في التفاصيل بتاعت الوظيفه بتاعته، الجوب ديسكريبشن بتاعه او السبيسيفيكيشنز بتاعت الشغل، انه الزول ده المفترض يكون موجود في المكتب او انه يكون موجود برا. في مفهوم ثاني برضه بيرتبط بالحاجه دي، هو انه والله رب العمل ذاته هو بعاين لوجودك في العمل، بغض النظر عن انه الناتج النهائي شنو، والله هو بعاين انه انت الاهم في الموضوع ده الناتج، وبعد ذاك وجودك ده مهم او 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 ما مهم. في ارتباط ثالث برضه اللي هو ارتباطات حديثه بدت بالشغل بتاع الريموت وركينج ده، انه رب العمل هل بيشوف انه الحاجه دي بالنسبه له من ناحيه بتاعه انتاج او من ناحيه بتاعه تكاليف، ايهما اقل على اساس انه هو يقدر يخفض. ده المفترض انه هو اللي بينعكس بعد ذاك على المشرع عشان يبدا يواكب التطورات الحاصله في الاقتصاد اللي بتتيح لارباب العمل انه هم يشتغلوا بشكل افضل. في يعني نماذج كثيره جدا بتادي او ادت لانه تبدا القوانين تتغير، ولما بقول القوانين دي ما معناتها القوانين الصادره من السلطات التشريعيه بس، بقول القوانين دي كلها بما فيها القوانين الداخليه بتتبني على العقد الموقع ما بين الموظف والشركه، بمعنى الاجراءات الداخليه السياسات الداخليه اللي بتحدد بعد ذلك انه والله انا عايزك تكون موجود ساعتين او لا، انت ممكن تشتغل لي من البيت وكذا. في فاكتور مهم شديد هنا غير موضوع القوانين، هو موضوع انه والله يا اخي انا متوقع منك انه انت لو كنت موجود او كنت شغال ريموتلي انه انت المفترض حتنجز لي شنو، باعتبار انه العقد في اساسه هو انه انت بتقدم لي خدمه وانا مقابل الخدمه دي بدفع قروش. فبالتالي اللي بيحكم الموضوع ده كله انه العقد ده انه في خدمه مقدمه وفي مقابل مدفوع، فانا كرب عمل بدفع عليك المفترض سواء كان بالساعه او باليوم، انت بالمقابل المفترض تديني اوتبوت معين. لكن رب العمل مرات بيحكمك في انه حتى لو كان شايف انه الاوتبوت ده ممكن يكون انت موجود في البيت، يلزمك برضه بانه انت المفترض تيجي الساعه 8 والمفترض تطلع الساعه 3 مثلا، وقال انه انت ممكن تنجز في الثمانية او التسعة ساعات اللي انت بتشتغلها 5 ساعات، وباقي الزمن ده ممكن يكون عباره عن كوست اضافيه سواء بالنسبه لك انت او بالنسبه لرب العمل. فانا اعتقد انه من ناحيه بتاعه قوانين في السودان ما في تشريعات خاصه بانه الناس تشتغل برا، المشرع السوداني ما واكب الحاجات دي بالمعنى، لكن ترك الحاجات دي لشكل العلاقه اللي قاعد يخلق عقد العمل ما بين الموظف وما بين الشركه. ده ادى لانه الشركات والموظفين يكونوا هم اللي بيسوقوا او بيقودوا حكايه التطور الحاصل في الوقت الحالي. عشان كده صرنا نلاحظ انه مع الاشكال بتاع كورونا الحاصل، ما في وزاره العمل ما اتدخلت باي حاجه ولا طلعت اي مناشير خاصه بانه ترتيبات العمل المفترض تكون كيف، الا بس المناشير الخاصه اللي تطلع من اللجنه بتاعت الوبائيات او وزاره الصحه بخصوص انه في بعض الفئات العماليه، الناس الاكثر من 60 سنه، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، المرضعات، الحوامل، انه ديل يوصى بانه والله يا اخي يكونوا موجودين في بيوتهم خلال الفتره دي. بعد ذلك خلوا الشركات براها هي تحدد
انه منو اللي بنقدر نشغله من البيت ومنو اللي ما بنقدر نشغله في البيت، وواضعين في الاعتبار انه انا لو عايز اشغل زول من البيت المفترض يكون عندي شنو، هل عندي انترنت كويس في البلد، حتى لو في انترنت كويس في البلد هل انا كشركه قادر يعني تو افورد الحاجه دي للموظفين بتاعنا عشان هم يكونوا شغالين. بعد ذاك اللي هي المشكله الاكبر بتاعت الكلام اللي قلته قبل شويه عن انه هل المدراء ذاتهم قادرين تمنج التوقعات بتاعتهم، الاكسبكتيشن بتاعت انه انا لما ارسي الموظف ده واقول له خلاص اشتغل لي من البيت، هل انا عندي التوقع بتاع انه الزول ده حيكون شغال ولا ما حيكون شغال، حيكون شغال ب 50% مثلا ولا حيكون شغال فل خلافه. دي بالتاكيد بتطلع لها لوائح وبتحاول ادارات الموارد البشريه انه تضبطها، لكن باعتبار انه احنا استيل جدد في المساله بتاعت انه احنا نشتغل من البيت كشركات في السودان، فلسه في تفاصيل كثيره جدا جدا محتاجه انه الناس يطوروها عشان يقدروا يشغلوا جزء من الموظفين بتاعهم بصوره بكفاءه عاليه وفعاليه عاليه من البيت. فحاليا القوانين عندنا ما قاعد تتدخل في الحاجات، لكن زي ما قلتها انه لو نظرنا الى القوانين باعتبار جزء منها اللوائح والاجراءات اللي بيصدرها رب العمل بالتوافق مع الموظفين بتاعينه، ففي بعض الشركات بدت تحزو بعض الشركات العالميه في انه هي تبدا تشتغل من البيت. لكن بشكل عام ممكن اخواننا المخصصين في المجال بتاع التقنيه والشغل بتاع الاي تي انه يورونا شكل الصعوبات اللي في العاده بتواجه الناس عشان هم يقدروا ينجزوا اعمال ريموتلي سواء كان من البيت او خلافه. حته بسيطه تاني عشان ندي الفرصه للشباب الباقين، موضوع انه كخبراء موارد بشريه او كادارات موارد بشريه برضو غير موضوع التوقعات وانه احنا نقدر نضبط الانتاجيه بتاعه الموظف سواء كان هو موجود معانا في المكتب او انه هو برا المكتب، في تفاصيل تانيه برضو وان كان هي الناس في السودان ما بعينوا لها كثير لكن هي مهمه جدا جدا، اللي هي الجزء منها الموضوع بتاع انه التواصل ما بين الموظف وزملائه وادارته والشركه ككل. دي من الحاجات اللي قاعد تاثر بشكل كبير جدا جدا على كل الاستراكشر بتاع الشركه، زائدا بعض التقارير والاوراق العلميه العالميه اللي بدات تتكلم على انه في اختلاف، في بعض الناس بيكون انتاجيتهم اعلى وهم شغالين في البيت، لكن بمرور الزمن احساس الوحده وانه انت قاعد براك معزول والفريق البعيد والحياه زي دي بدات تاثر بشكل سلبي على الصحه النفسيه كمان للموظفين، فموضوع انه انت موجود في مجتمع بتتفاعل معه ده من الحاجات المهمه جدا. ايوه دكتور. شكرا جزيلا. بصراحه يعني في حاجات كثير احنا سال اتش ار ديل تحديدا لانه هم ماسل زي ما يقولوا في داخل الكوربريت وداخل الجوفرنس والى اخره، هم الناس الاوائل اكثر ناس حيكون عليهم زي ما يقولوا البليم في انه ليه قطعتوا من مرتبي ليه، وفي كميه بتاع شركات ومؤسسات ضخمه جدا جدا بدات تعمل في ميجرز بتاعت تقليل من العمالة، تقليل من الرواتب، إجبار الناس على إنه يأخذوا يعني إجازة غير مدفوعة إلى آخره. في تفاصيل كثيرة حنجيك لها راجعين يا دكتور عمر. طيب نمشي للتجربة بتاعت ريفت ديجيتال لاب أو الريفت لاب مع الحبيب عبد السلام. السلام تفضل. عرف نفسك وورينا التجربة. نعم. متخير. كل عام وانتم بخير وان شاء الله العيد يكون فرصة انه الناس يعني طلع افضل من السنة اللي فاتت وبلاد تمر باوقات صعبة شديد، لكن ان شاء الله يعني تكون يعني بداية لخيرات تعم واوضاع احسن. بالنسبة لنا نحن في ريفت ديجيتال لاب بدايتنا ما كانت بداية سهلة. يعني قبل ما أخش على الريفت ديجيتال لاب أنا أعرف نفسي، أنا عبد السلام الحاج، شغال في مجال الديجيتال ميديا لي 7 سنوات، وبكتب برضو بنتج. فالسنوات السبعة دي يعني اتنقلت فيها في مجالات مختلفة في الميديا، وكنت شغال فيها ريموت ووركينج في مؤسسات كثيرة. يعني أنا كنت في كينيا،
شغال ريموت وركي هنا في الخرطوم لمحد جوته في الخرطوم. برضو كنت شغال ريموت وركينج لمؤسسة في جنوب أفريقيا، برضو بشتغل ريموت وركينج باي بير جوب لمؤسسة في ألمانيا، برضو مؤسسة في إثيوبيا. فدي كلها أدتني يعني فرصة إنه أقدر أجرب النماذج بتاعت العمل المختلفة عن بعد، وخلتني أكون استراكشر ممكن نطبقه هنا في الخرطوم يعني. فلما جينا راجعين، انا جيت راجع 2018 وبدأت انه فكره اسس اكون مؤسسه تكون تقدم الخدمات بتاعت الديجيتال ميديا لكن للمؤسسات بتاعت اللي بتشتغل في مجال البيزنس او في مجال النوليدج الادكيشن او في الانتربرينورشيب. دي كلها عندهم مهارات في مجالات محددة لكن في الديجيتال هم مهاراتهم ضعيفة شديد، فكيف نقدر نرفع المهارات بتاعتهم ونخلي أعمالهم دي موجودة في الديجيتال ميديا بفعالية أكبر عشان تقدر تعكس الأداء بتاعهم. فالديجيتال الريف ديجيتال لاب بدأ في السنة اللي فاتت، كله كان ريموتلي أغلب الشغل. عندنا مكتب صغير كان في محجوتة بندير منه الأعمال بتاعتنا. بعد ذلك انتقلنا عملنا مغر في بداية السنة دي. الفكرة بتاع المغر إنه دايرين كان حتى نحط فيها التيم كله بعد نقدر نشتغل. تجهيزاتنا كلها ماشية إنه كان شهر 3 دايرين نفتتح المغر وبعدين نكون جاهزين للشغل. يوم 15/3 البلد وقفت كورونا، وخططنا في تحدي يعني قبل ما نبدأ نفتتح المغر اضطرينا انه نكون بعيدين من المكتب ونشتغل اي واحد هيكون في مكانه يعني. فاخذنا اسبوع كده ما فاهمين الحاصل شنو، لكن بعد ذلك ثاني تماسكنا كده وقلنا ننقل حاجاتنا دي، بما انه احنا اوريدي ديجيتال لاب فدي فرصه ذاته كويسه انه نثبت انه في الوضع الصعب ده والوضع بتاع اللوك داون ممكن نمشي أعمالنا ونقدر نطبق كل النولج اللي عندنا عشان تكون بروف كده إنه نحنا جايين في الوقت الصح يعني. فالتيم فيه 9 أنفار وكل واحد في حتة مختلفة يعني. عندنا فيديو إيديتر ده ساكن أمدرمان، في عندنا برضو ويب ديفولبر، عندنا اي واحد كان في حته مختلفه. فبعد ده قلنا نشوف التولز اللي ممكن تساعدنا نأدي شغلنا ده ونقدر نجهز للاوبننج بتاع اللاب بتاعنا بدون ما نكون مضطرين نكون موجودين في نفس المكان يعني. فاستخدمنا تولز كثيره يعني. بالنسبه لي انا مثلا كان عندنا اجتماع اسبوعي ده في الوضع الطبيعي، فالاجتماع الاسبوعي بتاعنا ده بدل يكون فيزيكال قمنا نقلناه أونلاين. ففي تولز كثيرة طبعا، في زوم وفي سكايب، في أدوات كثيرة، لكن أكثر حاجة كانت لقيناها مناسبة لنا استخدمنا سوفتوير أوبن سورس اسمه جيتسي ميت. فجيتسي ميت هو كان مكان الاجتماع بتاعنا الأساسي الأسبوعي، نفس الزمن ساعة اجتماع، أي واحد بيدي أبديت هو شغال في شنو والصعوبات الواجهات شنو ومحتاج شنو. فدي ساعدتنا. إضافة لجيتسي ميت كان عندنا برضو اجتماع individual مع كل، باعتبار أنا director طلاب بكون عندي اجتماع مع كل فرد في التيم يعني، بكون محدد له برضو في وقت في الأسبوع، فبتواصل معه ويكون عن الشغل والاحتياجات بتاعته وكيف ممكن يؤدي المهام بتاعته. برضو في المكان الفيزيكال كان واجهتنا مشكلة ستوريج، إنه كيف الداتا كلها تكون موجودة وتتشير مع كل التيم، فلجأنا لجوجل درايف. ف
فجوجل درايف عندنا الدرايف كل تيم بيكون عنده كل الدوكمنتس مرفوعة ومشيرة، فانت ما بتحتاج ترجع المكتب او كده، فانت بتخش الدرايف بتلقى كل الدوكمنتس والتولز المحتاج لها عشان تأدي شغلك، ولو احتجت لي حاجة ما موجودة معك ممكن ترسل لواحد من الناس معك في التيم بيديك الدوكمنتس. برضو للكوميونيكيشن السريع، لأنه نحن ناس على الديجيتال ميديا بنشتغل عندنا براندينج، عندنا فيديوز كده، فاستخدمنا تليجرام كأداة إنه نشير الفيديوهات دي بياناتنا، يعني لو في حاجة فيديو عملها الإيديتر داري يوريها لينا أو داري يرسلها لينا بنستخدم التليجرام، لأنه بيشيل يعني فيديوهات حجمها أكبر. بالإضافة للجروب بتاعنا بتاع الواتساب اللي كنا بنتفاعل فيه بصورة شبه مستمرة، وبنقدر نكون أبديتد إنه الحاصل شنو. فالحاجة دي خلتنا إنه في فترة بسيطة جهزنا المكان وعملنا الأوبينينج بتاعنا، بدل كان إنه الأوبينينج هيجوا ناس يشوفوا اللاب فيزيكلي، فقمنا نقلها وذاته أونلاين. استخدمنا سوفتوير اسمه بانو. بانو هو بيطيح لك إنك تعمل فيرتشوال تور، فقمنا صورنا السبيس بتاعنا 360 درجة 360 ورفعناه في بانو، فعملنا فيرتشوال تور لللاب، فأنت من الباب لحد ما تخش المكتب المكاتب والغاعة ومحل التريننج كأنك أنت جيت فيزيكلي كده، وبتحلق إنك فرصة تتفاعل مع المكان ذاته، تضغط كليك بتطلع لك الصورة وإنفورميشن إن إحنا بنعمل شنو وهنا موجود شنو والتريننج اللي بنقدمها والمكان ده ممكن يكون شنو. دي كلها عملناها أونلاين وأي واحد في حتة براو. فالتور الأونلاين الفيزيتس بتاعته حصلت 1500 مشاهدة. ده هسه أنا فتحت ال الزول اللي اسمه كل الشير سكرين. أيوة. فدا تشوف التور، فأنت من خلال ال دي كل الحاجات دي، هل يعني تورس موجودة مجانا ممكن الناس تستخدمها وكذا، ولا حاجة كانت يعني بسبسكريبشن ولا شو بالضبط عشان الناس تعرف وتستفيد من التجربة بتاعتهم؟ التور انت ممكن تعمل فري تور، لكن بتكون محتاج يعني بايمنت عشان تكون برو. يعني الفري تور ده بيكون دائما بيكون فيه البراندنج بتاع الابلكيشن والسوفت وير، لكن لو قدرت تعمله برو بتدفع $10 وبتعمله براندنج بتاعك انت. فانت هنا ممكن تضغط في سهم، بتضغط بتمشي سهم. بتشوف السهم الصغير كده، نعم، ف بينقلك جوا اللاب، يعني كأنك انت موجود في اللاب وانت بتكون مسيطر وبتتجول في اللاب بزمنك انت المناسب، بتتفاعل مع الانفورميشن احنا خطيناه في اللاب. فدي كلها عملناها ونحن اي واحد في مكانه يعني. فدي كانت فرصه كبيره بالنسبه لنا انه نجرب حاجه وان احنا اوريدي هنشتغلها وفي زمن بسيط في لوك داون ظروف صعبه، لكن قدرنا نعمل الحاجه دي يعني. وانتوا قاعدين في السودان، انت قاعد في الخرطوم وناس في عمان كده مش كده؟ ايوه تمام. الحاجه الوحيده اللي عملناها انه انا جيت قعدت في اللاب، يعني جيت صورتها حاليا، انا جيت اللاب جيت صورت المكان بكاميرا 360 درجه. بعد ذلك من اللاب هنا اشتغلت انه اضيف الاليمنتس الموجوده في التور دي كلها. ممتاز جدا. طيب لو في واحد ما فاهم، انتوا اصلا البرودكتس ولا السيرفيس بتاعتكم شنو بالضبط يعني؟ اوكي تمام. ان احنا بنعمل ثلاثه حاجات. بنعمل برودكشن، ف
في البرودكشن بنعمل البرودكشن بتاع فيرتشوال رياليتي اللي هو من الفيرتشوال تور دي، بنعمل في ار كونتنت، ممكن تكون افلام في ار، وبنعمل اوجمنتد رياليتي اكسبيرينس للبرودكتس للادوكيشن ماتيريالز. الناس المدارس والجامعات والكده ممكن تساعدوها في انه ان احنا اوريدي هسه عندنا مشاريع بتاعت اوجمنتد رياليتي في غيد التطوير مع البريتش كونسل. بالنسبه للناس اللي ما فاهمين ذات الاوجمنتد رياليتي، اللي هو انه بنعمل واقع افتراضي جديد عشان الناس تتفاعل معه، يعني مثلا الناس اللي نعم الناس اللي في التعليم مثلا زي مجالنا نحن، ممكن اعمل لي سيميليشن لبرنامج بتاع كمبيوتر شغال كيف، او ممكن اعمل لي انتراكشن ما بين بروجرامز ولا كده. محمد عمر مدار تضيف في الحته دي؟ بالنسبه للمساله دي انا ممكن اتكلم عن المساله بتاعت انه الاكتيفيتي اللي انت بتعملها ذاتك مثلا. نعم. اللي هي مثلا تراديشنال انه الموظف الشغل كله ما مثلا بيبر، هو كله عن عباره عن اوراق فايلات وكذا. فانت كيف يعني الناس الموظفين يكونوا انتراكت مع الداكيومنت بتاعتهم مثلا؟ في حال اذا احتاج تولز مثلا، تولز مثلا عندك مثلا انا بستخدم مثلا في شغلنا تيمز بتاع مايكروسوفت، اللي هو لا 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 اول الداكيومنتس بتكون قاعده فيه مثلا. كل الناس كل الموظفين بخشوا على الداكيومنت دي. انا اذا ابديت الداكيومنت، اذا ما عملت ابديت للداكيومنت، الموظف الثاني مباشره بي 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 بيشوف الابديت ده مثلا، او جوجل درايف، او جوجل درايف بيستعمل ون درايف مثلا. ون درايف ابلود ماي داكيومنت في الون درايف، الموظف الثاني بيجيه نوتيفيكيشن انه الداكيومنت الشير داكيومنت دي اوريدي ابديتد. ففي الحاله دي بتفيد في الاكتيفيتي دي، بتفيد في انه بتوفر الزمن انك تضرب تليفون للموظف الفلاني انا عملت ابديت للداكيومنت دي ان سو ان سو، كل الابديت يعني ان ريال تايم. تمام. طيب في حاجه هنا ده بتكون مطلوبه اللي هي التيم بيلدينج، يعني انا عشان اعمل لي تيم يكون متماسك ومتفاهم في 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 موضوع بتاع انه يشتغلوا مع بعض، يعني في شنو ده في وقت بتاع ريموت وركينج، الكلام ده برضو محتاج شويه جهد. وليد ممكن تدينا اي فكره عن اسمه شنو ده؟ والله هنور الا نرجع لتجاربنا القديمه يعني قبل القرار، يعني في تيدكس او في الماجستير، يعني لانه الحاجه دي بتتطلب كوميونيكيشن عالي، خاصه مثلا لما انا كنت في الماجستير الطلبه من دول مختلفه، يعني خلفيات مختلفه، في من المكسيك، اندونيسيا، اليونان وغيره. فالثقافه وثقافه العمل حتى طريقه العمل بتختلف، ومحتاج انك انت يكون عندك قدره بتاع التواصل عالي شديد مع الناس. وافتكر الحاجه دي لازم المانجر او القائد بتاع التيم، يعني القائد بتاع التيم هو اللي يقود العمليه بتاعت التيم بيلدينج دي. الحاجه اللي انا شفتها في اثناء البحث في موضوع الريموت وركينج ده، انه في العاده في الريموت وركينج التيم بيكون متحمس، يعني هو جاي جديد، فانت لازم تستفيد من المومنتوم ده، انه هو الناس دي كلهم انت شغلتهم يا دوب في التيم بتاعك، ما بيعرفوا بعض ريموت، فالحماس بتاعهم انت لازم تستفيد منه وتقوده وتوجهه بحيث يخلق الحاجه بتاعت روح فريق العمل. بعد ذلك طبعا الموضوع بتاع الكول ده، هسه الكول ده نحن ممكن نكون نتكلم كلنا كتيم، لكن ممكن انا اقسم الجروب ذاته في الكول انه كافراد يمشوا اي اثنين مع بعض يتناقشوا في فكره ويتناقشوا في الموضوع ويجوا راجعين، يعني بحيث انك تقدر تطلع على الاصوات، لانه حتى في العمل العادي لما تكون في اجتماعات في ناس بيقدروا يعبروا كتابه، يعني ما بيقدر يتكلم. ففي تكنيك زي دي انك انت يا اخي افصل الناس لسمول جروبس حتى في الفيرتشوال ميتنج زي ده، خليهم يتناقشوا، بعد ذاك طبعا يتناقش مع زول ثاني، فبقى فيها اكاونتابيلتي، يعني بقى الزول ده لازم يعبر عن الكلام اللي قاله للزول الثاني ده. ففي تكنيك زي دي يعني ممكن الزول يستخدمها. طيب احنا طبعا عندنا تجربه طويله جدا في مجموعه الباحثين السودانيين، اللي هي مجموعه
أقدم مجموعة موجودة في الوطن العربي في مجال الأكاديمي والبحث العلمي، ومجموعة الليدرشيب ستايل فيها هوريزونتال، يعني كل الناس قادة، ما في الزول والله هو الرئيس، وكل الناس رؤساء. عندنا مشرفين موجودين من نيوزيلندا، هشام الضيموسة، لحد دي ناس في سان فرانسيسكو وما بينهما، في أوروبا، في الخليج، في السودان، في كده كل الناس موجودين. وكوننا يعني أيام يعني ممتازة جدا، amazing، اشتغلت شغل ممتاز جدا، وتشتغل مشاريع مع بعض. قبل أسبوعين بالضبط ناس السير من مسقط طلعت النسخة الأولى من المرشد للمنحة الدراسية، والفريق بتاعه كان باحثين من ماليزيا وكندا وأوروبا والسودان وقطر والسعودية وكده يعني. ففكرة بتاع الموضوع بتاع التيم بيلدينج ده تحديدا، أنا داير الناس شوية يعني تأكد عليه، بالذات داير نسمع من عبد السلام والحاج، وداير نسمع برضو من عمر. يعني التيم، أنا ما بتكلم عن تيم فولنتير مثلا زي حالتنا، تتكلم على تيم بايد، ده موظف شغال معاك بتديهم مرتب. لو حصل أي كونفليكت في التيم، اثنين واحد رسل له ايموجي مثلا ما عجبت الثاني، واحد رسل له نكتة ولا صباح الخير مساء النور في جروب بتاع شغل، في حصل كونفليكت ولا حاجة زي دي، يعني هل بس أقوم أعمل ريموف للزول من الجروب معناها كده شلته من الشركة بتاعتنا؟ وشنو الحاجات المشاكل اللي بتكون قانونية في المواضيع زي ده؟ نسمع برضو من عمر الإمام. فعبد السلام، كانت دي التجربة بتاعتكم، كيف أنت قدرت تبني التيم ده يكون ريموت وأنتوا قاعدين في السودان؟ شنو الخطوات، شنو عملتها؟ تفضل. الخطوات كانت بسيطة جدا، مبنية بالتاسكس، يعني إن إحنا عارفين إنه في تاسكس محددة محتاجين لها عشان ننجز بها الشغل بتاعنا، فمنو ممكن أكثر ناس مناسبين إنه يديروا الشغل ده. فعملنا ريكور إنه عملنا، فتحنا وظائف وفي ناس قدموا لنا، فبعد الانترفيوز كده اتوصلنا للتيم ده. فكنا اوريدي كان معانا البروجكت ده في حتات مختلفه، فالتيم لما اكتمل بصراحه كده، يعني في البدايه الناس كلها جايه بحماس انه اي واحد هو بيعرف يشتغل في شنو وانغمس في الشغل، لانه الحاجه كانت جديده، واي واحد يقدر نفسه انه شغال في حاجه هو بيحبها وداير يقدمها بطوره كويسه. فاحنا اول شهر كنا بنجي المكتب في اوقات مختلفه، في كان قطوعات في الكهرباء، في مشاكل كانت على الانترنت، فاغلب الوقت بقى انه نحن خلاص ماشيين لوضع انه الحاجه حتكون صعبه. فعملنا انه قلنا خلاص الناس تشتغل من البيت، الأولوية ما بقت إنه نحن task oriented أو كده، فنحن result oriented. في النهاية إنك أنت الحاجة اللي تقدر تعملها دي أعملها في الزمن المناسب معك، لكن في الزمن الديدلاين المتفق عليه يعني. فإنه عرفنا إنه في حاجة داير ننجزها يوم كده، نحن مفروض نسلم الحاجة دي. فبصورة friendly كده نحن بدينا نخط لنفسنا الديدلاين. الحاجة دي خططنا في صعوبات إنه الناس ما يتعرفت على بعض يعني، ولحد أسر الحاجة دي صعوبات بتواجهنا يعني. لأنه إحنا السودانيين كانت طبيعتنا يعني ناس سوشيال، يعني الزول لو ما بتعرفه، ودائما تلقانا بداية الونسة طوالي دارين نعرف إنت بتعرف فلان قريت وين، دارين نلقى عوامل مشتركة عشان نقدر نتعامل مع بعض. فدي أسي تشالنج بتاع كلتشر، مش كده؟ تشالنج بتاع كلتشر. لا غير كده، إن إحنا بيوتنا ما مهيئة للريموت وركن. إنت لو تجيء كنت دارجية برضو؟ يعني إنت بتكون مع التيم يقول لك والله يا غانا جو ناس ضيوف أو عندنا، أنا ما حقدر أخش معك في الميتنج، أو ممكن تبوش الحاجة دي بعدين لأنه هسه أنا معي ناس كده. فدي حاجة اللي أول كهرباء قاطعة. الكهرباء قاطعة. دكتور عمر يعني برضو نموذج كويس، لأنه الريموت وركن يعني عندي تشالنجز مثلا زي كهربت القابعة. نعم. لكن احنا بنحاول انها سلينا شهرين almost شهرين remote working، لكن بنحاول نتغلب على الحياة، لانه كل ما نمشي لقدام بتصار لنا تشالنج جديد وبنتغلب على بالنغاش يعني. فدي كلها حاجات تخلينا انه نتعلم منها،
طيب ما كان في اي ريسيرش الموضوع ده قبل ما تبدو؟ يعني انتوا هسه الواضح انكم شغالين بترايل اند ايرور، تتعلموا وانتوا ماشيين، ما كان في اي حاجه موجوده قبل كده ستدي ولا ماركت ريسيرش ممكن الناس تستند عليه؟ في الحاله انه وجه سؤالنا للوليد، يعني زول عملت ماجستير انت في الديجيتال والانوفيشن وليد. يلا نحن الحاجه دي، ما هو البلان بتاعنا ما كان ريموت ورك من البدايه، البلان انه الناس كانت تكون موجوده في اللاب. اوكي. ومجهدين انه الاوبننج بتاع اللاب يكون يوم 15، بعد ذاك بنكون عندنا تريننج بروجرام وعندنا في اللاب في اجهزه، في ناس بتجي تلقى ناس تاخذ منها النولج كده. ف يوم 15 اللي هو المفروض نفتح فيه جاء اللوك داون يوم 17/3، فلخبط لنا اي حاجه يعني. نحن جاكم زي القريبه. فالبلان بتاعنا ما كان ريموت وركينج يعني من البدايه، يعني انه نحن عندنا اللاب فيزيكال سبيس زي اي سبيس ثاني، فبتلقى الناس بتيجي تاخذ تريننج ورك شوب، حتى ان السبيس بتاعنا فيه سبيس للورك شوب، فيه اكيوبمنتس حنجيبها، بندي كونسلتيشن، بندي عندنا مكتب بتاع برودكشن بنشتغل فيه البرودكشن بتاعنا كده. ف الظروف الجديده دي هي اللي حكمتنا، بعد ذاك خلتني انه اتعاملت معاها، وانه بذات التشالنج انه ان احنا بما انه ناس ديجيتال فممكن الظروف الجديده نستخدمها في صالحنا ونمشي بها الشغل ونخلق في واقع جديد يعني. فبعد ذاك دي الحاجه حصل يعني. تمام. طيب الوليد في اي ستاديز ولا حاجه سبيسيفيك للسودان؟ في السودان بصراحة أنور الستوديز ما قابلتني، لكن من تجربتي يعني مع رواد الأعمال، لكن عامة الوضع ده هو أزمة يعني. يعني حتى الدول البرة تراجعت البيزنسز بتاعتها بموضوع الكورونا ده، وحتى الحكومات يعني بتدعم للبيزنس عشان تستمر، وحتى الدعمات دي بتلقاها بعض مرات في حتات استراتيجية يعني مثلا الصحة. ليه؟ لأنك أنت كل ما لقيت علاج لموضوع الكورونا ده ابتكرت علاج او طرق الوقايه او طرق انك انت توصل الـ 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 الخدمه الصحيه دي للمواطن بطريقه افضل، كل ما انت قدرت الشوك الاقتصادي اللي هيحصل للاقتصاد بتاعك كل ما انت قللته. فالموضوع ده يعني هو ازمه ما حاجه الزول بيقدر يخطط ليها، لكن انا عجبتني تجربه عبد السلام انه هي راكبه على الترند، وحتى الكورونا فيروس دي خلق ترندز يعني. حتى موضوع الريموت وركينج ده هو ترند بقى يعني، حاجه في تصاعد، العلاج عن طريق التليفون برضه في تصاعد، الفيديو كول اللي احنا الليله قاعدين فيه في تصاعد، فدي بتخلق فرصه انفايرمنت لبيئه لبزنس جديد انه يركب الترند الطارئ الجديد ده ويستفيد منه يعني، يخلق بزنس ما كان قاعد. لكن في بزنسز كثير حتكون اتضررت ولازم تغير يعني. الليله ماكدونالدز بغير في طريقة المطعم، شكل المطعم، السيرفيس، الويتينج، إنه بدل ما الزول يقدم لك بالصينية خطة الصينية في 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 عربية بيجلس لك العربية، أنت بتقوم من مقعدك تمشي تشيل الأكل بتاعك من العربية عشان يحصل المتر أو المتر ونص بتاع السوشيال ديستنسينج ده. ففي إنوفيشن بقى يحصل في السيرفيس يعني، أنت عشان تقدر تتأقلم مع الوضع الحالي ده لازم يا اما تغير من السيرفيس بتاعك وتستفيد يعني من التقنيه او غيره او الواقع ده، او تركب ترند وتخلق ممكن انت بزنس جديد ما كان قاعد يعني. فحاليا عبد السلام دي بوزيشن في حته كويسه بتاعت الواقع الافتراضي من ناحيه التعليم وادوكيشن، او حتى ادوكيشن في موقع العمل يعني. انت الليله ما قادر تخلق تريننج للموظف بتاعك، ممكن عن طريق الفيرشوال او الاوجمنتد اكسبيرينس دي، التجربه الافتراضيه دي، ويتعلم طريقه العمل، وبعد ذاك يقدر لما نيجي الوضع يصلح يقدر يخش معاك في الشغل اون ذا جوب يعني. تمام. طيب بالنسبه لناس الاتش ار دكتور عمر الامام، دارين نعرف شنو الحاجات زي ما قلنا قبل، انه ممكن تكون جروب بتاع واتساب زي ما قال عبد السلام، كل الشركه بالافراد بتاعهم هو البوس موجودين في جروب بتاع واتساب، فالحياة زي دي كيف؟ شنو الهازرز اللي ممكن تكون موجودة من وجهة نظر بتاعت HR؟ هو طبعاً أكبر مشكلة دائماً بتواجه الناس هو عدم التعود بتاعنا نحن كسودانيين على إنه إحنا نكون شغالين ريموتلي، أو إنه مرات كثيرة جداً موضوع إنه إحنا
بنستخدم في العاده الجروبس اللي بتكون موجوده في السوشيال ميديا او حتى في البروفيشنال يعني ميتينجز ابس دي بشكل كده مرات فريندلي شديد يعني. ف وده برضو قاعد ينسحب علينا نحن كسودانيين ثقافتنا بشكل عام, انه حتى الاجتماعات بتاعتنا اللي بتكون فيزيكالي قاعده في الميتينج روم في الشركه برضو ما بتكون دائما فيها الجانب الاحترافي الشديد, ابتداء من الزمن, ضبط الحضور بتاع الناس, الفرص اللي بتتوزع, الكلام المحدد في المشكله المحدده. فدائما بندير الحاجات دي ونحن موجودين في الميتينج بشكل شويه فيه جانب بتاع صداقة أكتر من إنه فيه تراتبية بتاعت مانجمنت وليدرشيب بالتفاصيل زي دي. ده برضو بيجا قاعد ينسحب على إنه حتى لو عندنا جروب بتاع واتساب أو أي جروب في أي أبليكيشن تاني نحن بندير به بيزنس ريموتلي أو شغل ريموتلي, بنلقى إنه الحاجات دي قاعد تحصل. فالتحدي الكبير هسه قاعد يواجه الناس في إنه إحنا كيف نقدر نسوق كل البروفيشنالز اللي بيكونوا شغالين ريموتلي, ولما نحاول انه نجمع بياناتهم في ميتنج واحد, في انه الناس تقدر تضمن انه في سم سورت اوف ليدرشيب كده قاعد عند الناس في اذهانهم حتى لو هم بعيدين وفاهمين تماما انه التول دي هي عباره عن تول بتساعدهم في انه هم ينجزوا اعمالهم وانه هم وجودهم في البيت او شغالين ريموتلي من اي كووركينج سبيس او اي محل تانية. ده ما بيعني انه والله يا اخي الموضوع ده انت حتديره بشكل تاني ما بنفس الدرجه بتاعت الاحترافيه. وده الحته اللي انا اشرت لها قبل وبرضه بحاول اكررها دايما, اللي هو الموضوع بتاع توقعاتنا نحن ك اتش ار وتوقعات المدراء وتوقعات الموظفين ذاتهم اللي هم شغالين. كل جروب مجموعه بتحاول انه هي تشتغل ريموت, المفترض انه هي بتخط القواعد العامه بتاعتها, لكن برضه مطالبين إدارة الموارد البشرية في إنه هي تضع الإطار العام بتاع القواعد اللي بيطلب من الموظف إنه هو ريموت يكون شغال كيف. إذا أنت في مجموعة داخل أي تطبيق بتدير عمل أو بتجتمع فيه إنه أنت المفترض تلتزم بياته قواعد وكذا. لكن زي ما ذكروا الشباب قبل شوية إنه القصة حاليا هي ترند, وإنه نحن الحاجة السايقانة للموضوع ده ما هي الدافع الأساسي بتاع إنه نحن كشركات عايزين نتحول, بقدر ما انه هي فترة بتاعت مشكلة بتاعت كورونا, ازمة حاصلة احنا محتاجين يحصل لنا ادابتيشن سريع جدا مع الوضع ده. لكن هل القصة دي استمرارة بيعني انه احنا برضو هنستمر في انه احنا ندير اعمالنا ريموتلي, ولا القصة عبارة عن 6 شهور لسنة بعد ذاك ممكن نرجع لوضعنا الطبيعي. وجود سياسات اجراءات بشكل دائم وبعد ذاك الشركات تستفيد من الوضع ده في انه هي تلجأ للخيار بتاع انه نحن نكون شغالين ريموتلي حتى لو انتهى الموضوع بتاع كورونا, هو ده التحدي الكبير اللي بيواجه الناس من ناحيه بتاعت انه هم يوجهوا البيزنس بتاعهم بالاتجاه بتاع انه الناس تكون شغاله ريموتلي. لكن في عجز كبير جدا في السياسات الاجراءات في الوقت الحالي, لانه احنا اصلا ما كنا مهيئين والبلد كلها ما مهيئه, وإنه القصة فجأة كده من شهر 12 الفات كورونا فيروس بدأ يغير في شكل البزنس, شكل العلاقات بتاعت الموظفين مع مدراءهم مع شركاتهم وكده. والناس بتحاول بقدر الإمكان في الوقت الحالي إنه هي تضمن استمرارية أعمالها وإنه هي ما تطلع من السوق. ما في توجه كبير جدا نحو إنه الناس تعمل إجراءات وسياسات, لأنه زي ما ذكرت ما في اتجاه إلى الآن بإنه إحنا ده الدايركشن بتاعنا في المستقبل بتاع انه احنا حتى لو انتهى الموضوع بتاع كورونا هنستمر. اذا ما حصل الكلام ده هيكون احنا بنعمل في اجراءات وسياسات بشكل بسيط. موضوع الهزار بشكل عام, طبعا احنا كسودانيين عندنا انه حتى الجروب اللي بيتعامل على المستوى الشخصي بتاع البلم الاسره, لانه والله يا اخي يقول لنا فيه بس اخبار الناس, بنكتشف بعد شهرين 3 شهور إنه الناس بدوا يتعاملوا معه بشكل مختلف تماماً, نكات وصور والتفاصيل دي يعني. فبالجد الحاجة دي محتاجة إنه تضبط بشكل كبير جداً, لكن ده بيعتمد برضو على شكل الليدرشيب اللي قادرة تنقل قوتها من الاجتماعات اللي بتكون في مكان العمل بالشكل الفيزيكال, لإنه حتى لو الموضوع ده بقى بشكل افتراضي المفترض إنه الناس تمارس
المهنيه العاليه بتاعتها حتى لو احنا كنا بنتلاقى افتراضيا يعني. فاعتقد ان دي واحده من الحاجات اللي محتاجه كوزاره عمل وكمحترفين بتاع الموارد البشريه ان هم يشتغلوا على الحاجات دي عشان نقدر نطلع قوانين لوائح داخليه تقدر تحكم الحاجات دي يعني بشكل عام. لكن العالم كله الى الان ما فيه التجارب الكبيره اللي بتخلي الناس ان هم يعتمدوا عليها بشكل كويس ويقولوا انه في حاجات سوليد كده ان احنا بنقدر نعتمد عليها. وزي ما ذكر عبد السلام قبل شوي انه الى الان ان احنا برضو حتى لو بقت في تجارب عالميه بتصطدم مرات بالواقع بتاعنا, موضوع انه والله احنا كسودانيين سوشيال شديد, ممكن يكون في اجتماع الساعه 3 يجوا ضيوف, الكهرباء بتاعتك تقطع, الانترنت ما يشتغل بشكل كويس, انت تكون نايم شايف انه والله اخذ خلاص بر الزمن بتاعي. ففي تفاصيل كثيره جدا جدا يعني بتكون خاصه بالشركه بالزول بالاداره بتاعته بمفاهيم كثيره جدا مرتبطه بالواقع السوداني. عشان كده التجارب في الريموت وركينج شويه صعبه انه تقول ننقلها او ننقل سياسات واجراءات, بنحتاج نطورها داخليا ونحن ماشيين في الطريق. فبتوقع سنتين ثلاثه حتى بعد ذاك الامور شويه تكون واضحه بالنسبه للسودانيين. طيب انا داير اشير معاكم حاجه هنا ده ودايرين نزال منها. محمد عمر شايف الصوره دي, انت اظنك عايش لك حاجه زي دي مش كده؟ والله دي طبعا دي واقع معاش يعني. انت لما تكون في البيت خصوصا بيكون طبعا في الجو بتاع الاسره طبعا. فدي من واحده من التحديات, من اكبر التحديات اللي انك لما تكون في شغال من البيت. يعني مثلا انا ده كان واقع عندي حقيقه يعني, واقع معاش حقيقة يعني. قبل فترة الحمد لله رزقنا بمولودة, فبعد ما الله يسلمك, الزوجة أول ما رجعت الشغل يعني أنا طبعاً أصلاً بشتغل من البيت, فالبنت بقت معاي قاعدة جنبي, فبتكون جنبي قاعدة جنبي. مثلاً بعض المرات أكون في ميتنج أونلاين أخاف إنها هي تقوم تبكي ولا كذا ولا مثلاً. فبعض المرات بكون شايله مثلا, بكون شايله الطفله وشغال في الميتنج مثلا, زي الميتنج ده مثلا كده. فدي واحده من التشالنجز يعني. برضو الاطفال ما بتقدر تعمل لهم كنترول, مثلا الطفل الجاري ده مثلا ما حتقدر تعمل له كنترول, حيكون جاري وحيفتح لك الغرفه اللي انت قاعد فيها. فزي ما قال الاخ عبد السلام انه بيوتنا هي يعني في السودان هي ما مهيئه لمساله الريموت وركينج دي. ولكن مثلا اذا الشخص عنده غرفه معينه قاعد فيها, فمن الافضل انه يكون عنده مثلا اجريمنت مع ناس بيته, انا لما انا اكون في الاجتماع المعين ولا كذا, او من الساعه من كذا لكذا ما عايز الاطفال يجوا مثلا. يعني اذا نقول شنو سيت يور باوندري مثلا مع ناس بيتك. بعد فتره لكن دي انت عايز بتطالب الاطفال بانهم يكونوا بروفيشنالز يعني. والله يا اخو ما لازم يسمع الكلام ولا شنو يعني. يعني لازم تعلمه, لانه هو يوم من الايام الاطفال بالذات يوم من الايام حيجوا في نفس الوضع ده. فحتى من الاشياء اللي حصلت لي مثلا, انا حقيقه لان انا اصلا بشتغل من البيت مثلا, اديك مثال. فمثلا عندي بنتي الصغيره مثلا, هي بقت لما مدرستها بقت من البيت, فقالت لي يعني, قال لي داد ام وركينج فروم هوم لايك يو, قال لي. فهي زاد يعني شي فيل براود اباوت ات يعني. مثلا هي زاد بريبير مثلا. فالاطفال للذات يوم من الايام لما انت تشوفوك بتشتغل من البيت, يوم من الايام هم لازم حيشتغلوا من البيت مثلا يعني. نعم تمام, ممتاز جدا. طيب وليد, عندك اي فولو اب على حته الانفايرمنت في البيت؟ اي افتكر حته الانفايرمنت, حتى التعليقات في الفيسبوك, شايف في شاب علقت انه بتاثر في وضعيه قعدتك يعني, حاجه من ناحيه سيفتي للزول ما كويس. فبحتاج يعني برا, في بعض الشركات بيعمل زي انفستمنت انه الزول ده طبعا ما بيشتغل دائما من البيت يعني, ال work from home دي أو work from anywhere يعني. بس الوضع بتاع الكورونا هو جابر بقى يعني work from home يعني. لكن بدك صايبة مثلا, انت بتمشي الكافيه ده انت عشان تستخدم الانترنت لازم تطلب حاجة. ففي شركات بتكون خاتلة زي كوفي ستايب, عارفك انت بتشتغل من برا. في شركات بيساعدوك انك يدوك صايبة انك انت ياخد قروش تستثمرها في وضعيتك ومكتبك وقعدتك في البيت.
ففي كوست هي الريموت وركينج بيقلل على الشركات بعض التكاليف، لكن برضه في تكاليف جديده بتتخلق للزول قاعد يشتغل، انه هو محتاج انترنت كويس، محتاج ممكن ديفايس حسب شغله، محتاج انفستمنت في الديفايس، محتاج قاعده كويسه. فانت كيف تساعده في السيت اب بتاعه، يعني كيف تساعد الزول ده انه يعمل الرايت سيت اب؟ فده تحدي برضه للشركات يعني. يا عبد السلام، في اي فول اب في الموضوع ده؟ البيئه المناسبه في البيت تو ورك فروم هوم. فبالنسبه لنا كان في التجهيزات بتاع الاوبننج عندنا الزول بتاع الفيديو شغال لنا، هو الجهاز اللي بيشتغل بيه وقاعد في المكتب هنا يعني، مواصفاته كويس جدا في الايديتنج يعني. ف قمنا نشوف انسب حل انه نحل الحاجه دي، قمنا شلنا الجهاز اديناه له وشالوا معاه البيت، فالبرودكتيفيتي بتاعته زادت وهو كده بقى مناسب معاه، بيقدر يشتغل بزمن مناسب، لانه اغلب الناس الايديتنج بيشتغلوا بالليل يعني. حتى لما نيجي نكتب هنا حتى يصور ويبدا الايديتنج فالزمن بيكون ما بيسعفه يعني، لكن الجهاز لما بيجي قاعد معاه في البيت فهو بيقدر بيقسم زمنه بالطريقه الكويسه وبيشتغل وبيندي نتائج احسن يعني. فانا كزول دايركتور بتاع شغل بتشوف التيم احتياجات شنو اكتر زمن مناسب له ومتين يعني، لو في ديزاينر ممكن ناس الديزاين دير اغلبهم بيشتغلوا برضه بالليل يعني، حتى قاعدين بتجيو الميتنج بالصباح المكتب تمام يعني، بعض المرات ما بتكون مناسب معه يعني. او لو في ناس بتاع السوشيال ميديا، في ناس ويب ديفلوبر، ديل كلهم انت بتشوف انسب حاجه معاهم شنو. ففي الفتره الاخيره كان قبل الاوب قبل اللوك داون حددنا بس في يوم واحد في الاسبوع بنيجي المكتب، يكون الويكلي ميتنج بتاعنا وبنشوف الابديت الحاصل شنو، لكن غير كده كل الحياه كانت بتقدم البيت. فالحاجه دي بتكون تناقشها انديفيدوالي مع الناس الشغالين يعني، ف الاحتياجات بتاعتهم شنو محتاجين لها عشان يشتغلوا من البيت، والزمن المناسب معاهم كيف بتاع الدليفري. فدي طب تقدر تحط حاجات عامه لكن بتناقشها مع الافراد يعني المعاق في التيم، فدي اكثر حاجه كانت مناسبه بالنسبه لنا وبنطور فيها كل مره يعني. طيب انا في عملت ريفيو الصباح على اساس انه اشوف التجهيز للسيشن دي، لقيت انه معظم الادفوكيتس بتوعون الورك فروم هوم بيقولوا انه الزول بيكون برودكتيف اكتر في البيت، وفي فيديو مشهور في تيد بيتكلم عن انه يقول لك واي ورك دزنت ورك ات ورك، يعني ليه الشغل ما بيحصل في حته الشغل، الحته اللي مسمينها شغل مكتب دي بنمشيها دي، بنمشي واحد يشيل له قهوه وفلان ليله ولدت وما عارف مين هو يا اخوانا دارين خطه راح كون كلنا الفاتحه في فلان عنده ما عارف عزا، بالذات في الكونتكست بتاعنا السوداني. فدي كليم انه الادعاء بتاعهم انه والله يا اخي العمل من البيت اكثر برودكتيفيتي، لانك انت بتكون قاعد في الكومفورت زون بتاعك بتقدر ترتب امورك وكده وبتاع. هل الكلام ده does it apply؟ هل الكلام ده حقيقي؟ ممكن اضيف يا عبد السلام يا اخوان الدكتور رمضان في النقطه دي. ايوه نعم الحقيقه النظره دي حقيقيه جدا حقيقه يعني 100% يعني اكثر. ما بالنسبه لي انا شخصيا انا بكون برودكتيف لما اشتغل من البيت، لما امشي المكتب، لما نمشي المكتب بيكون دائما بيكون عندي سوشيال انتراكشن مع الزملاء وكذا. لما نكون في البيت بكون مثلا فوكس، لانه بيكون عندي ماي تو دو ليست، عايز ابدا المشروع الفلاني 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 الزمن الفلاني وكذا، فبكون عندي فوكس. فالبرودكتيفيتي بتكون مور في من البيت او ريموت عموما من البيت يعني. انا لما نقول ريموت ده ممكن يكون زول قاعد في كافي شوب لكن بيكون في ديستراكشنز، لكن لما يكون من يور كومفورت زون بتكون انت مور برودكتيف، لانه المساله بتاعت الفوكس دي مهمه جدا بالنسبه للعمل. تمام. في برضو حاجه ثانيه يعني، working from home هل هي جندر نيوترال ولا حاجه بس والله مع الرجال كويسه لانه الامهات هم اللي هيهتموا بالاطفال وكده وبتاع، ولا حاجه يعني افضل للرجال افضل للنسوان؟ خلاص احنا بقينا انا وزوجتي شغالين، انت شغال وهي شغاله الاثنين، منو الوينر منو الزول الافضل؟ في اي انسايت في الحته دي؟
انا الحاجه شفتها يا انور في بتاعت فيسبوك ده، لما المارك كان بيتكلم انه يا اخي هو دي واحده من الحاجات اللي كان بتهمه، يعني انه ما يحصل ديفرنشيشن، انه يا اخي الخاصه في السيدات انه لما تشتغل في البيت يقوم يتراكم عليها شغل البيت مع شغل مع الشغل ذاته، فبيخلق لها شغل زياده يعني. فهو عاملين استبيان يعني. انا افتكر حاجه دي انت ما تقدر تعرفها الا اذا انت عملت دراسه في المؤسسه بتاعتك، بحيث انه يشوف السيدات والرجال هل هم عندهم رغبه انهم يشتغلوا من البيت، هل هم شايفين ان البرودكتيفيتي بتاعتهم زادت لما هم يشتغلوا في البيت من زمان. فالحاجه دي بتعتمد على المؤسسه وتركيبتها وافتكر والوظائف اللي فيها، ولكن لازم تدرسها يعني، تعمل دراسه، ما تقدر تجنرايز يعني، تاخذ تعميم عام للحاجه يعني. تمام، في زول عنده فولو اب على النقطه دي؟ لانه برضو المسائل بتاعت الايكواليتي والمسائل بتاعت الوركرز رايت وكده، دي كلها مهمه جدا الناس تاخدها في الكونسيدريشن بتاعها. والله هي طبعا يعني بتصير خصوصا للسيدات. مثلا اذا الواحده مثلا وضعت ولا كذا، فبالتالي مثلا المساله بتاعت التشايلد باندنج ولا البيرنتي ليف دي، مثلا في بعض الدول بيسمحوا للنساء مثلا نفض شهرين فقط، مثلا هيكون الشهرين اللي مثلا باترينيتي ليف او تشايلد باندي، في بعض الدول بيكون سنه كامله. لكن فدي بتفيد في حيث انه اذا كانت مثلا قوانين العمل بتسمح للمراه مثلا انها الباترينيتي ليف بتاعتها شهرين بعد الوضوع، الفتره اللي بعدك ممكن تشتغل من البيت، وخلال مثلا انها بتراعي طفله وكذا، فهي بالنسبه للنساء مفيده. بالنسبه للرجال مثلا ايضا مفيده يعني، انا بفتكر هنا للطرفين، لانك اذا انت مثلا قاعد في البيت عندك واحد داري يصلح لك حاجه في البيت مثلا ولا كذا، وانتم كلكم في الاولاد في المدرسه، الزوجه شغاله وكذا، انت قاعد في البيت مثلا الراجل فلان الفلان داري يصلح لك حاجه معينه، بيكون بيئه فانت قاعد تؤدي بشغلك، هو بيصلح لك في المزرعه في البيت ولا كذا، فهي يعني للطرفين، ما عندها there is no bias يعني للطرفين يعني. انا بس اضيف يا انور، انا افتكر الحاجه برضو اللي ذكرها عبد السلام مثلا في المثال بتاعه بتاع الشاب الايديتر، انه الزمن اللي بيشتغل فيه ما زيك يعني، انت لازم في سلوتس معينه في اليوم انت لازم تكون فيها افيلبل مثلا لناس الشغل يعني، توريهم السكيدجول، لازم يكون شنو في ظهور فيزابيليتي الورك بتاعك يعني، انت قاعد تعمل شنو، شغال فيها تاسكات، ولازم تكون ديسيبلين يعني. حاجه دي بتكون كويسه لما انت تكون ديسيبلين، حاسس انا برضو في تجربتي يعني، في شهرين اللي فاتوا شغال فيهم من البيت دي، انك انت لازم تكون ديسيبلين في زمنك وادارتك لوقتك، وتفصل بين الشغل وبين حاجات البيت يعني. انت كان ما عملت الحاجه دي بجد، خاصه في السودان الامور بتبقى جايطه والحياه ما بتكون واضحه، فكوميونيكيشن عالي وفيزيبيليتي اوف التيم شغال في شنو ويعطوا تاسكات عشان الناس تقدر تفولو اب وتتابع معاهم يعني. تمام، عمر عندك اي اضافه في النقطه دي؟ انا بس لانه حصلت مشكله كده في الانترنت فطلعت. تمام. لكن النقطه كان في انه هل العمل من البيت هيكون افضل للرجال، افضل للنسوان، افضل للاثنين مجتمعين مع بعض، وذكر محمد. تمام. عمر المساله بتاعت الاجازه بتاعت الوضوع بالقوانين في السودان عندنا سنه. مش كده اجازه الوضوع للنساء؟ لا، عندنا إجازة الوضوع يعني راوند الشهرين، حوالي شهرين. نعم، دي معناها بس المؤسسات الحكومية. لا لا والله ما أعرف، احتمال يكون في المؤسسات الحكومية، لكن في القطاع الخاص 56 يوم دي الإجازة. قبلية كده كان في كلام عن إنه البرودكتيفيتي وكده، أنا أغلب الدراسات اللي اطلعت عليها بتشير برضو لأنه البرودكتيفيتي بتاعت الموظف لما يكون شغال من البيت بتكون أكتر، ودي لارتباطها بحاجتين. الحاجة الأولى إنه الاسترس بيقل جدا جدا وإنت قاعد في بيتكم، بمعنى إنه المشي للشغل والجاية ووجود البوس قريب منك والتفاصيل دي قاعد تؤدي لأنه يكون في استرس أعلى شوية، فبالتالي التاسك بيقوم بيحصل لها يعني تأخير كده في من ناحية بتاعت إنجاز. ده الجزء الأول اللي هو إنه برودكتيفيتي بتزيد، لانه والله يا اخي الضغط بتاع العمل، الاسترس اللي بيحصل في مكان العمل بيقل. الجانب الثاني انه اغلب الاجيال الجديده بتفضل انه هي توازن ما بين العمل وما بين الجانب بتاع العائله،
فدايما الشغل الريموتلي ده بيديك الحته بتاعت انه انت من الممكن تبدا تنجز بعض الحاجات وتكون موجود في البيت، فالفيزابيلتي بتاعتك في البيت بتكون شويه اكتر، فانت برضو بتكون شويه مرتاح. فدي الحاجتين الاساسيات. في السودان ما في بيكون في فرق كبير، لانه احنا ممكن نكون اوضاعنا احسن من اغلب الدول من الناحيه بتاعت انه شويه كده عمل النساء والرجال وضعه واحد يعني في السودان. لكن بالتاكيد اذا جيت عاينت للموضوع من ناحيه تانية، انه ممكن تقول، ما في دراسات كده واضحه هي في الموضوع، لكن ممكن تقول انه الاستفاده الاكثر بتكون دائما للنساء في ان هم يكونوا عاملين من البيت، بحكم ارتباطات الراجل السوداني بشكل عام بالتزاماته الكثيره بتاعت الاسره وكده يعني. فاعتقد انه دي الحاجات اللي ممكن تكون مؤثره بشكل او اخر. في نقطه اخيره برضو كنت عايز اتكلم عنها، انه ذكرك بيل الوليد انه الترند ده ممكن يصطدم بعد شويه من ناحيه انه الناس تشتغل ريموتلي بالموضوع بتاع التكاليف، لانه العمل ريموتلي في السودان من البيت تكاليفه عاليه جدا جدا جدا. الناس انه انت توقعاتك لإنتاجية موظفك تكون متدنية جدا، لأنه إذا أنت عايز الموظف يديك الإنتاجية العالية وهو شغال في بيته، معناته أنت المفترض تحلحل مشاكله، والمشاكل دي مرات كتير جدا بتكون مشاكل حقته هو خاصة به، أو مشاكل مرتبطة بالدولة. فأنت كبزنس محتاج تحل مشاكلك أنت كبزنس، ومحتاج تحل مشكلة الموظف بتاعك، ومحتاج تحل المشكلة اللي مفترض كان تحلها الدولة. فالحاجة دي كلها انت عشان تبدأ توفرها للموظف عشان يديك الانتاجية اللي انت متوقعة، هتصطدم بانه في تكاليف عالية جدا من الممكن تؤدي لانه تقول للموظف ده يا اخي افضل تجي مكتبك وتشتغل لي الشغل ده من المكتب. زي ما مثلا عبد السلام ذكر انه هو في الاخير اضطر شال الجهاز بتاعه بالهاي كواليتي بتاعته لانه يديه للموظف عشان يبدأ يشتغل به، هو يشتغل به من البيت. اذا في مشكلة بتاعت انترنت في بيته وهو شغال بزين والانترنت هناك والله سوداني احسن، هتضطر تغير الديفايس بتاع الـ الانترنت. اذا ما عنده مكتب زي ما ذكر وليد، انت محتاج تديه الرايت سيت اب في البيت من ناحيه بتاعت مكتب، الكرسي المريح، التفاصيل دي كلها. فالسوليوشن دي بعد شويه في القطاع الخاص لما تصطدم بتكاليف عاليه، والقطاع الخاص بيكون بالتاكيد الربحيه بتاعته هي الاهم، فالتكاليف دي هتبقى صعبه جدا جدا. بالاضافه لانه اجتماعيا احنا محتاجين مؤسسات كثيره جدا تشتغل على الجانب بتاع تغيير ثقافه العمل بتاع الناس للاثنين، لانه تخلي البيزنس تقبل وتخلي الموظف ذاته انه يكون زي ما قال وليد انه متاح وهو قاعد في بيته، انه يقدر يفصل ما بين انه يا جماعه انا قاعد في البيت لكن انا في الشغل، وما بين انه انتوا يا ناس البيت وعمامي وخيلاني ما تفتكروا انه انا موجود في البيت معناته انا ما شغال، فده وقت بتاع شغل انا ما حالعب فيه. فالحته دي برضه محتاجه ممكن منظمات المجتمع المدني بشكل عام انه تبدا تشتغل على الحاجه دي عشان تبدا تغير ثقافات الناس في انه الوضع ده كده مختلف ومتغير، والزول اللي قاعد افيلابل في حلتهم ولا في بيتهم ده زول شغال بساعات بتاعت عمل معينه. نعم تمام، مع انه طبعا التغيير بتاع الكالتشر دي من الحياه الصعبه جدا يعني، نفسي من الحياه اللي تواجهت في فتره اللوك داون، انه خليك في البيت دي الناس ما نايفين، بعض الناس عملوا يعني ميجرز بتاعت خطوا في الباب بتاعهم انه والله يا اخي معلش احنا ما هنستقبل ضيوف، فطلعوا هم ناس كعبين، ما عارف زول حصلت وفاه ولا بتاع، تمام مشيت الوفاه حسبوك في دفتر الغياب، معناه تاني خلاص ما تتوقع لك زول يجي يعزيك في عزيز ليك وانت قاعد في البيت شغال يعني، وانت مفترض انك انت قاعد في البيت وانك انت بتحافظ على حياه الناس التانيين. احنا في الفيسبوك يعني النقاش يا اخواننا مهم جدا، نوري احنا في الباحثين السودانيين دائما بنحاول انه اي زول عنده تجربه داري يشاركها ولا كده يجي يشاركها، وفي اي نقاش بندعي الناس كلها يعني، ما بنقول النقاش ده والله يكونوا رجال بس مثلا عزاب وكده، بالعكس بيكون احنا بهمنا جدا انه يعني بوث جندرز يكونوا وجهه النظر بتاعتهم ريبريزنتد في النقاش. فبنقدم دائما بنطرح الموضوع بخط الايفنت، نقول له في اي زول اخوانا داري يقدم حاجه ولا تجربه ولا كده، دي حاجه ممتازه جدا بتسهل النقاش بالعكس بتسعدنا جدا جدا. وفي اخذنا سوسن عبد العزيز عمر قالت انه والله يا اخي ممكن تعمل شير الاكسبيرينس بتاعتها، رسلنا لها العنوان بتاع الجلسه لكن ما شايفه لحد دلوقتي دخلت.
فأنا هنا تقريبا وصلنا تقريبا لخواتيم الجلسة. لو في أي فول أب ولا كلوزنج نوتس يا شباب، هل دي الحاجة اللي هتحصل نحن جايينها أسي دي وكل سنة وأنتم طيبين؟ هل الحاجة اللي قدامنا دي الحاصلة أسي والناس فورس عليها، ولا كيف العيد ده هتعملوا له وشنو بالمناسبة؟ ما فهمنا السؤال يا عمر، بس عيد السؤال ثاني معلش. السؤال بتاعي انه الحياة بتاعتنا شكلها يتغير، والعيد بتاعنا عيد الفطر بكرة ان شاء الله، الناس حتى هتكون شكل الاحتفال بتاعها كده. هل خلاص دي الحاجة اللي ماشيين لها نحن، ده المستقبل بتاعنا انه والله كل حياتنا هتكون شكلها كده ريموت والى اخره، ولا دي بس والله فترة بسيطة ونحن هنرجع لبزنس اس يوجوال؟ أنا أفتكر إن توقعاتكم الجانب الاجتماعي ده مهم، يعني مهما كان، يعني سواء في كورونا أو غيره. يعني حاليا هي الناس لازم تكون قاعدة في البيت الحماية لنفسها والناس اللي بيحبوهم، يعني الناس غيرهم. لكن ده جانب مهم، لأنه واحدة من الحياة اللي برضه عمر ذكرها كبير، إنه العمل من البعد ده بيخلق شعور بالوحدة، خاصة للناس اللي ما مزوجين أو العزابة، يعني بشعور الوحدة، فبيخلق أمراض نفسية. يعني حتى أنا تجربتنا في الماجستير، يعني في الجامعة مثلا، الشبابيك في الجامعة ما بتفتح لك شباك، بيفتح كامل، يعني بيفتح لك زي 10 سنت، يعني بحيث إنه الطلبة من الضغط اللي بيحصل لهم والوحدة، وإنه قلوا بدونهم وجقروا في الجامعة دي ممكن ينتحروا. يعني فالجانب الاجتماعي ده لصحة الإنسان ذاته وروح الإنسان أفتكر مهم جدا. يعني بعد ما الأزمة دي تعدي أفتكر هرجع الجانب ده، لكن ما زي زمان، يعني حيكون في توازن، يعني في الواقع الجديد وبرضه لازم يكون الواقع القديم متواجد. تمام. محمد عمر، انا شايف المساله بتاعت العمل من البيت دي، يعني احنا المفروض نستفيد في السودان مثلا، المفروض نستفيد من المساله دي، لانه هي ممكن تكون عائد للشركه، تعمل عائد للشركه، تزيد الربح بتاع الشركه. باعتبار كمثال مثلا، انت ممكن تعين لك خبير ريموتلي، ما في داعي انك تطلع موفر للسودان وكذا. فالشركات المفروض تنظر لها للمساله دي. انا بلاحظ في السودان دائما بنصرف في بعض الصرفيات اللي ما في داعي لها، اللي ممكن تعمل ريموتلي زي ما ذكرت لك، ممكن تعين لك خبير ولا موظف ريموتلي ما يجيك من السودان، فبالتالي تحزيد الربح بتاعك بتاع الشركه بتاعك. المفروض الناس تنظر لها من نظره المساله بتاعت يعني الربح للشركه مثلا وكذا. نعم تمام. احنا اسي دخلت لنا استاذه منال عمر وعندها تجربة عايزة تشاركها، تفضل يا هي عضوة مجموعة الباحثين السودانيين، تفضل يا أستاذة منال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الباحثين السودانيين. إيفنت جميل جدا جدا. المداخلة بتاعتي كانت هتكون عن طريق بخصوص السيفتي والإرجونوميك، يمكن ما لها علاقة بالنقاش الدائر في اللحظة دي، لكن يا ريت تعرف الناس بنفسك، تقرر الخلفية بتاعتك العملية والعلمية وكده. أوكي. Okay, Manal Omar. I'm OSHA authorized trainer from OSHA. I do have two licenses. One of them is in general industry, and the other one في construction. طيب، بس هرجع للحتة بتاعت general industry من ناحية الergonomic. قبلك كده أديتوها هنا خفيف كده، إن الكرسي وما الكرسي وطريقة القعدة في الكرسي، لكن حقيقي work from home فيها ريسك عالي جدا جدا من ناحية ergonomic. واحد، عدد خطواتك في اليوم هتكون أقل بكتير من إنك طالع من البيت وجاي وداخل وماشي وجاي كل يوم، فبتأثر. نمرة اتنين، بيئة العمل، إذا كان المكاتب مهيئة بالطريقة الصحيحة طبعا، الإضاءة، الأصوات، كل الحاجات دي لها أثر. ممكن زول يكون الضوء بتاع البيت مناسب جداً جداً لأنك تعيش مع الأسرة، من ناحية تسوشيلايز مع أسرتك، أكل وشراب وونسة وكده، لكن هو ما جو مناسب بتاع عمل، بتاع إضاءة من ناحية الكمبيوتر وقعدتك 8 ساعات وكده. دي برضه بتنطبق نوعاً ما على الطالب والستودنت وكده، لكن على
العمل أكثر لأنه الساعات أطول from 8 to 5 وكده. تاني حاجة برضو أنا واحدة من الناس دي للحالة النفسية للشخص المحبوس في مكان واحد يعني. فبرضو لما الناس تجي وتحول للشغل to work from home المفروض برضو الجهة المقدمة تعمل للناس تمارين وكورسات معينة على إنهم كيف يعني يتجنبوا المشاكل اللي بتحصل لهم في اللونج تيرم من إنهم work from home. فدي برضو يعني بس some hint كده و tips يعني بسيطة، والموضوع طبعا أكبر من كده بكتير. وشكرا لكم يعني، إن شاء الله نلتقيكم مرة ثانية. أنا حابب أعاقب بس يا أنور، لأنه تفضل أنا قبل كم تفضل. يوم كنت قاعد في لينكدين وشفت زي فيديو لموضوع الجلوس في المنزل والعمل في المنزل والوضعية الصحيحة. الحاجة دي أفتكر في بريطانيا الموقع اللي خشيته كان موقع الحكومة يعني HSE.gov، يعني موضوع الحكومة البريطانية للصحة والبيئة والسلامة. ففي الحاجات دي ما ينفع يعني ميلا فقط صاحب العمل او الشركه، يعني لازم وزاره العمل يكون عندها ديبارتمنت مهتم بالبيئه والصحه، خاصه مثلا احنا عندنا مصانع بتتحرق وحاجات كثيره يعني. فلازم المنظمات الحكوميه، سوري، المؤسسات الحكوميه لازم يكون عندها تواصل رقمي فعال مع المواطن، بحيث توعيه من المشاكل اللي ممكن تواجهه سواء في العمل عن بعد، حقوقه والتشريعات وغيرها، او في اي جوانب العمل الاخرى يعني. تمام. برضو انا داير اشير لسه حاجه برضو بارتكل الناس ممكن ترجع له، اللي هو 20 يعني نصيحه لانك تشتغل من البيت، من ضمنها انه الواحد يعني الساعات بتاعتك تكون مضبوطه، تعمل مورنينج روتين، تتريض الى اخره. فالارتكل ده موجود في بي سي ماجازين، ممكن الناس ترجع له يعني تشوفه، لانه مهم جدا، لانه من ناحيه بتاع الصحه وسلامة مهنية زي ما قالت الأستاذة منال. وهي بالمناسبة أخت حبيبنا محمد عمر، فرصة سعيدة لكم الاثنين. طيب في أي إضافة تانية يا شباب قبل ما نختتم الجلسة، لأنه حاليا لنا ساعة ونص، في أي closing notes؟ أنا بس عندي إضافة، أنا عندي إضافة. أنا كنت بتابع الكورة ليفربول، كل الناس كان منتظر ان ليفربول الدوري الانجليزي وكده، لكن داير اشوف التجربه بتاعتهم. هم عندهم اخصائي يعني في التيم، يعني مهمته انه بس يشوف نفسيات اللاعبين والهابتس بتاعتهم وكيف استعداداتهم للمباريات وكده. فحاليا انا قاعد افتش هنا في السودان اشوف اخصائي نفسي نتعاون معاه، لانه احنا ذاتنا القاعده دي والله يعني سخنت جننت الناس. لا لا سخنت الحاجه دي. فنشوف اخصائي احنا نفسي. ممكن نعمل جلسه عن الموضوع ده. في عندنا دكتور ياسين القدال اللي هو استشاري نفسي، وفي برضه دكتوره ايمان سعيد، الاثنين استشاريين نفسيين ودائما يعني ريجولر بريزنترز وجيست في مجموعه الباحثين السودانيين. فممكن نعمل جلسه زي دي على اساس انه الناس يهتموا بالجوانب الصحيه. الأخصائي نفسي يكون للتيم، يعني ده يكون حاجة جديدة إنه كل مؤسسة تكون عندها مستشار نفسي ويشوف التيم احتياجاتهم من فترة لفترة، يكون سيشنز معاهم عشان يوريك الحالة النفسية للتيم بتاعك، وإنه الحاجة دي بتأثر برضو على البرودكتيفيتي بتاعت الحاجة. يعني عندنا مثلا من خلال الاستشاري النفسي ده ممكن يقول لك واحد من التيم بتاعك ده محتاج لإجازة، يعني فأنت ممكن بعد ذاك تفاعل معاه ويكون في اجازه يعني، او انه يعني انه ياخذ بريك او كده. فالحاجه دي برضه مهمه شديد، فانا قاعد اعمل ريسيرش في الحاجه دي ونشوف كيف نضيف الاستشاري النفسي ده للتيم. اخي انت مدير ممتاز جدا يعني، الله يديك العافيه. طيب والله زي ما ذكر وليد برضو عبد السلام، الحكايه بتاعت انه ياس وزاره العمل المفترض يكون عندها، يعني زي ما اسي مثلا بنلاحظ في قوانين العمل عندنا انه مثلا موضوع الامن الصناعي والصحه والسلامه المهنيه والتفاصيل دي، يعني في تشابتر كامل بيتكلم عنها ضمن القانون. فالتفاصيل الجديده اللي هسه طرأت دي بتتطلب برضه انه والله يا اخي تضاف،
يا شابتر او حاجه تانية على اساس انه يراعوا للتغيرات اللي بتحصل دي واثار النفسيه وبشكل عام بتاعت الصحه والسلامه على الموظفين، بما يضمن انه والله يا اخي الموظف وهو موجود في البيت او في اي مكان تاني قادر ينتج، بالاضافه لانه يضمن برضه انه التحول اللي قاعد يحصل ده هو تحول بتقوده الحكومه اكثر من انه ما يحصل في بلدنا انه القطاع الخاص هو دائما بيقود التغيرات زي دي، عشان زي ما قال وليد ان هم ذاتهم محتاجين يتواصلوا ويشرحوا للموظفين اللي شغالين في القطاع العام ولا القطاع الخاص حقوقهم، او ان هم المفترض يدوهم تيبس معين على اساس انهم يقدروا يعدوا المرحله بتاعت ان هم يشتغلوا من البيت، او انه اذا كان بشكل دائم ان هم حيشتغلوا من البيت المفترض انه يعملوا شغل. انا ختاما بس حته بسيطه برضو في الموضوع بتاع تغيير الثقافه وكده، انا اعتقد انه احنا كسودانيين طول عمرنا الفات بنعاين لموضوع العمل ده، وان كان قاعد تحكم القوانين والقواعد الفرديه بتاعت العقود ما بين الموظف والشركه، لكن قاعد نعاين له برضه بشكل جماعي بتاع انه بنجي كلنا الساعه كده وبنطلع كلنا الساعه كده. لما نعم تجي تعمل الكلاسيفيكيشن بتاع العمال الموظفين، من المفترض يجي اليوم كله، من المفترض يجي اليوم، من اللي ممكن يشتغل ريموتلي بدون ما يجي، الحاجه دي بتصطدم من واقع خبرتنا في الشركات بالثقافة بتاعت إنه إحنا جينا كلنا ورجعنا كلنا، أو فلان قاعد يجي وفلان ما قاعد يجي ليه وكده. يعني الناس بيتعاملوا مع الحاجة دي باعتبارها حاجة جماعية كده، زي ما الناس بيتكلم عن النقابات والاتحادات يعني. فصعب جدا في ثقافتنا السودانية في مؤسسات القطاع العام ولا الخاص في إنه أنت تسمح لموظفين إنه ما يجوا نهائي، وموظفين يجوا نص يوم، وفي موظفين تانيين يجوا، لانه ناس بعينوا الحاجه دي زي ما ذكرتها بانه هي زي توافق او عقد عام كده. فدي واحده من الحاجات اللي برضو محتاجين عليها شغل كتير جدا جدا في انه الناس تغير ثقافتها فيما يتعلق بالعقود المبرمه بينها وبين المؤسسات والشركات، وانه الحاجه دي فرديه، وفي فلان ممكن ما يجي اصلا وهو موظف معاك، وفي فلان ممكن يجي الساعه 8، وفي فلان ممكن يجي الساعة 12، وفي زول يعني على حسب الوظيفة بتاعته. فدي أعتبر برضو واحدة من التحديات الكبيرة جدا اللي هتواجه القطاع الخاص تحديدا في الفترة الجاية، في استمرارية إنه منو اللي حيكون قاعد في البيت ومنو اللي المفترض إنه يجي الشغل يعني. هنمشي تاني في شكرا لك. الكتاب بتاع عدم المساواة بتاع الدرجل وديكرا وكلام زي ده، ها؟ ياس، ايوه، أولاد المصارين البيضوا إلى آخره. وهي اكتر من كده بتنسحب بعد ذاك على الليدر شيب بتاعت الشركات، بتاعت انه والله يا اخي المدير اكس بيسمح لناسه وهو مرن جدا معاهم، والمدير واي لانه الموظف ممكن يجي تكلم انه والله يا اخي انا ممكن اشتغل من البيت، باعتبار انه احنا في السودانيين ثقافتنا بتاعت شغل البيت دي 50% منها شغل والباقي انت بتكون يعني مرتب امورك الباقيه. فبتخش بعد ذاك نزاعات قويه جدا، وبتبقى بعد ذاك حكايه بتاعت انه الموضوع ده ما فير، ما عدل، احنا بنجي وناس اكس ديك بيخلوهم يشتغلوا من البيت. فالحاجه دي محتاجه يعني درجه عاليه جدا من الوعي والاحترافيه بالنسبه للموظفين، وبالنسبه برضه للليدرشيب الموجوده في الاورجنايزيشن اللي هي بتحدد. وبيقع العبء الاكبر اللي هو على الاتش ار، في انه هو المفترض يدرب كل الأطراف دي ويجعلها مقتنعة تماما بأنه الحاجة دي عادلة عادلة جدا، لأنه أنا في الأخير بدفع إيكوال باي لنفس الشغل. بعد ذاك نفس الشغل ده أنت جيت المكتب ولا اشتغلته من البيت ولا اشتغلته من كافيه، في الأخير أنا بدفع إيكوال باي لعدد بتاع ساعات معينة أو لجوب معينة يعني. فأعتقد إنه دي واحدة من الحاجات اللي هتكون فيها مشاكل كبيرة جدا جدا في الفترة الجاية وأي مشاكل هي عبارة عن فرصة بتاعت بحث وإيجاد حلول لها. نحن أكيد. وصلنا لختام الجلسة الرائعة جدا جدا، نشكر كل الناس اللي قدموا فيها، أستاذ عبد السلام الحاج، دكتور عمر الإمام، أستاذ وليد عابدين، أستاذ باشمهندس محمد عمر، والباشمهندسة منال عمر. لحد ما نلتقيكم إن شاء الله في جلسة جديدة من جلسات الباحثين السودانيين، نشكركم ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يرفع الوباء إن شاء الله والبلاء على البلاد. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك يا دكتور. شكرا. الله يديكم العافية. رعاية الله. شكرا. طيب. السلام عليكم.